يعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق برنامج التفرغ لريادة الأعمال، والذي يسعى من خلاله إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب المشاريع للتوسع وتطوير مشاريعهم القائمة. يقدم البرنامج التفرغ التام الوظيفي لأصحاب هذه المشاريع من وظائفهم الحكومية لمدة محددة. يستهدف البرنامج فئة موظفي القطاع الحكومي والمؤسسات الخاضعة لقانون الموارد البشرية، ممن لديهم خبرة مهنية لا تقل عن 3 سنوات، مشروع قائم لمدة 2، مشروع ابتكاري يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. لمزيد من المعلومات عن التقديم والمعايير والشروط، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.qdb.qa.